شكرا لموقع انفاس بريس على هذه الاستضافه. فيما يتعلق بالحصيله ما بعد يعني تقريبا سنه ونصف الان من هذه الولايه تجربه هذه الولايه الحاليه، فشخصيا وايضا يعني الاخوه اللي معايا سواء في المكتب ولا الاخوه على مستوى الاغلبيه، فالحصيله في تقييمنا وفي تقديرنا الخاصيه حصيله جد ايجابيه، اعتبارا على يعني على واحد المجموعه ديال المحاور اللي اشتغلنا عليها منذ البدايه واللي حددناها كاولويات بالنسبه لنا للاشتغال. ف واللي تقدمنا على مستوى بالنسبه لنا كنشوف بان تقدمنا في انجازها، سواء تعلق الامر بما هو يعني داخلي على مستوى يعني الجماعه ككل اللي هو يعني الاداره العصرانه ديالها وتمكينها من مختلف الوسائل يعني خاصه اللوجستيكيه والحديثه في العمليه ديال التسيير. وكنخص بالذكر هنا يعني مساله ديال الرقمنه ديال العديد من المساطر فيما سواء يتعلق الامر برقمنه رخص ديال التعمير ولا رقمنه ديال الرخص الاقتصاديه ورقمنه ايضا مكتب ديال الضبط. يعني هذا يعني وهذا الشيء تماشيا مع التوجه العام اللي غادا فيه بلادنا، وايضا كذلك على مستوى يعني التجهيزات على مستوى مختلف يعني الوسائل الماديه اللي كتطلبها الاداره، وايضا على مستوى يعني الهيكله العامه ديال الاداره. اعتبر بالنسبه لنا اعتبرنا منذ البدايه انه تجويد العمل ديال الاداره وتحسين الشروط ديال العمل ديال الموظفين هو المدخل الاساسي من اجل الانجاز وترجمه المشاريع ولا البرامج العمل ديال الجماعه. على مستوى يعني المدينه انه الان يعني حنايا وجدنا يعني البرنامج العمل اللي غنشتغلوا عليه اللي تم التهيئ ديالو. بالنسبه للمشاريع اللي برمجناها من السنه الماضيه سواء اللي غدا يعني متقدمه سواء على مستوى الاشغال على مستوى يعني مجموعه ديال الاقسام القسم الصحي اللي حاليا كيتوفر على طبيبه يعني خاصه، اللي ايضا على مستوى يعني توفير الاليات ديال الاشغال، على مستوى يعني ما تم انجازه على كمشاريع بالنسبه للساكنه انه برمجنا واحد المجموعه ديال الملاعب ديال القرب اللي هي الحال الان هي اللي هي واجده، على مستوى التطوير ديال العمل ديال على مستوى المساحات الخضراء، ترشيد ديال استهلاك ديال الطاقه فيما يتعلق بالاناره العموميه، ومن اجل يعني انا نقوم باطلاق صفقات من اجل يعني استبدال الاناره سواء بالاناره الطاقه الشمسيه في بعض المواقع اللي هي ما كتحتاج كثير الاناره او بالمصابيح اللي هي منخفضه الاستهلاك يعني الليد. على مستوى يعني القطاع ديال النظافه اللي تمت الصفقه اللي الان كاينه شركه اللي هي محترفه اللي الان يعني كتدبر القطاع ديال النظافه واللي تحسنت بشكل كبير. وهناك الان كذلك نشتغل على مشاريع مهيكله واللي كنعتبروها مشاريع مهيكله واستراتيجيه وبنيويه بالنسبه للمدينه، واللي هنا قمنا بواحد العديد من الاجتماعات واللقاءات مع مختلف الوزراء على المستوى المركزي، واللي كلهم يعني بداوا استداروا الانخراط ديالهم في واحد المجموعه المشاريع. كان يعني بالامس اللي كان تدشين ديال المشروع ديال اللي هو مقدمه ديال الاشراء ديال العمليه ديال التهيئه ككل ديال الشارع الدربيضة والكورنيش المدينه، واللي هذا المشروع هذا اللي هو يعني تقريبا الكلفه ديالو يعني اللي 15 مليار سنتيم. والامس كان التدشين ديال المرحله الاولى والشطر الاول فيه اللي هو بناء واحد الحاجز وقائي على مستوى البحر من اجل وقايه ديال هذيك ديال الشارع. وزاره الثقافه كذلك الان اللي صدرت اعتماد ديال 12 مليون درهم كمرحله اولى يعني اللي من الكل ديال 50% من الكلفه النهائيه ديال المشروع اللي هي 30 مليون درهم من اجل ترميم برج السعديين. هاد كذلك بالنسبه لوزاره الاسكان واعاده التراب وسياسه المدينه اللي تعهدت انه كذلك باش اننا تمونا مشروع كبير ديال تهيئه مختلف مجموعه من الاحياء الناقصه التجهيز على مستوى المدينه. اذا قلت هادو مشاريع استراتيجيه ولا مهيكله اللي الان اشتغلنا عليها واللي بدات تخرج للحيز الوجود. عندنا كذلك على مستوى الاسواق العمليه ديال التنظيم ديال الاسواق داخل المدينه، قمنا ان الان يعني في القريب العاجل تبدا الاشغال ديال تهيئه واصلاح سوق السمك داخل السوق المركزي. كذلك الصفقه الان اللي لونسيناها ديال بناء سوق
للسمك ما يسمى سوق الجملة، السمك السمك العابر ما يسمى عندنا هنا في العريش بالسمك العابر. هادو كلها يعني المشاريع اللي غادي تنطلق في هاد يعني في تقريبا الشهر الشهرين القادمه. ايضا مشروع ديال استكمال اشغال بناء قاعة مغطاة الرياضية، قاعة مغطاة داخل المدينة، وايضا المسايرة ديال الهدف اللي رسمناه اللي هو جوج ديال الملاعب ديال القرب كل سنه. وللان يعني الملاعب القرب ديال هذا الموسم تقريبا هي نازله من جزناها، وغنبرمجوا ملاعب قرب اخرى. وكما قلت هذا دائما عاوتاني بالنسبه لنا انا واحد مجموعه المشاريع اللي احنا رصنا فيها يعني الوزراء والمسؤولين القطاعيين على المستوى المركزي، كمثلا السوق ديال سوق الجمله جديد ومزاره اللي الوعاء العقاري ديالها مهيئ، وعندنا تعهد من طرف وزاره الفلاحه من اجل التمويل الكامل ديال هذه المشاريع هذه. نعم، شنو الاثار ديال هذه المشاريع هذه على المواطنين من حيث الوضع الاجتماعي ديالهم، من حيث كما قلت هذا توفير الملاعب القرب خصوصا للشباب؟ وبطبيعة الحال يعني يعني ما يعني حنا انطلقنا من واحد الواقع اللي يعني ما كان كاع ملاعب القرب اللي كاينين داخل العريش اللي هي في واحد الحاله يعني ما عندهاش مواصفات يعني اللي كتنطبق على ملعب القرب، يعني ما وصف لي الملاعب ديال البيطون ولا التراب. وبالتالي ان حنا هادو كاملين يعني كان الطموح ديالنا هو ان كنجهزوا ملاعب القرب يعني في مواصفات رياضيه اكيد يعني الواقع ديالهم على مستوى الشباب، على مستوى الرياضه، على مستوى يعني واحد جوده الحياه، على مستوى المدينه. يعني اكيد انا الواقع هو كاين وملموس، وكاينه زعما ارتسامات اللي هي جيده عند الساكنه على مستوى كما قلنا التهيئات الان اللي كاينه ديال المساحات الخضراء، على مستوى الساحات العموميه اللي قمنا باصلاح وتشغيل واحد العديد من النافورات اللي كانت يعني مهمله هذه سنوات اللي تم الامس كامل التشغيل ديالها. كذلك المجهود اللي تبدل على مستوى الشاطئ، على مستوى التهيئه ديالو والنظافه ديالو، الان الشاطئ اللي كيشتغل حاليا طول السنه. هادو كلها يعني اعمال اللي قمنا بها، يعني الا بغينا نقولوا هادو قمنا بهم بشكل استعجالي لان يعني خلال السنه الاولى وكذا ووفق الامكانيات اللي هي متاحه للجامعه. واكيد ان هادشي اللي تكلمنا عليه يعني مشاريع اخرى اللي تكلمنا عليها سواء الان الفتح ديال اللي غادي يكون قريبا ديال القاعه ديال المركز الثقافي يعني بمواصفات عالميه اللي غادي يكون في الساحه ديال الباب بحار، كذلك المسبح الاولمبي اللي كاين داخل المدينه اللي غادي يتم افتتاح اعاده الافتتاح ديالو، انا كنتوقف وكانت مجموعه المشاكل اللي عملنا على الحل ديالها يعني باش انا يتحل في الايام هذه القليله. يعني هذه كلها مرافق اللي اكيد انا عاد تساهم في التجويد ديال الحياه على مستوى المدينه، وهذا هو يعني كمطمح ديالنا على مستوى يعني كاجتماعي. يعني عندنا كنواكبوا واحد المجموعه ديال التدخلات مع جانب السلطات المحليه، سواء تعلق الامر بالمشردين، سواء تعلق المراكز الاجتماعيه ديال المسنين او المراكز الاجتماعيه ديال الشباب اللي الحضور الجامعه فيها قوي، ومختلف اشكال الدعم اللي وفق الامكانيه بطبيعه الحال اللي هي متوفره لدى الجامعه. نعم، على ذكر بعض المنشات السياحيه اللي تم تاهيلها واصلاحها، كاين الغرفه ولا الشرفه الاطلسيه، يعني البعض يستأمن الإغلاق ديالها، شنو اللي جعل أنه تم إغلاق ديالها الآن؟ واللي تكلمت عليه في البدايه الشرفه الاطلسيه، يعني هو هذاك الكورنيش يعني يعني بعوامل ديال طبيعيه ديال سنوات الاغلاق ديالها لانه وقع واحد الانجراف يعني كبير، وبالتالي انا بصبح كيشكل خطوره لانه هذاك هو المتنفس اللي عند سكان المدينه ولا حتى الزائرين المدينه، الكل كيقصد هذيك الوجهه هذيك، وبالتالي انا اصبحت يعني عندها خطوره كبيره، هي اللي خلانا حنا اننا نسرعوا بالعمليه ديال الاتصال ولا عقد لقاءات على مستوى الرباط مع مختلف الوزراء، واللي الحمد لله يعني كانت استجابه بحال اللي قلنا البارح. يعني مشروع يعني التشييد اللي كان البارح راه مشروع مهم، لان اللي باش يتفهم يعني اللي تشن البارح اللي كنسميوه الشطر الاول، هو انه عيتبنا حاجز داخل البحر، حاجز صخري المون اللي كنسميوه حنا هنا المون ولا فرونسي ديك. هذاك العمليه لان الدراسات اللي عطات بانه هذيك الموقع يعني كاينه هذيك الانجراف وكاينه هذيك التصدعات اللي كاينه نتيجه يعني القوه ديال الامواج اللي كاينه تما في المنطقه بالخصوص، وبالتالي من اجل تكسير هذه القوه ديال الامواج يتم بناء هذا الحاجز. هذا تقريبا 50 مليون درهم اللي غيتكلف. يعني هذا اولا باش نوقفوا العمليه ديال يعني ديال الضغط ديال هذه القوة الامواج على هذيك المنطقه ككل، ماشي الشارع وانما حتى المدينه قديمه، وحتى هذيك الموقع الاثري ديال السعدين تبين من خلال الدراسات ان التصدعات اللي فيها وكذا شي نتيجه للتعاون العوامل اللي هي ديال واكيد اننا في الحاله غتكون حتى على مستوى هذيك الدور اللي هي تما. على ذيك الدور السيد الرئيس للمدينه القديمه، شنو التصور اللي كاين الان؟ هو شويه ترحيل، اصلاح، ماذا؟
هو بالنسبة للمدينة القديمة يعني هي يعني سوء حظ المدينة العرائش، هي كانت شملات وحداتها هي بتوقع اتفاقية ديال إعادة الترميم ديالها، كما هو الحال بالنسبة لطنجة وتطوان والشاون إلى غير ذلك، واللي كانت اتفاقية اللي كانت تبرمت أمام صاحب الجلالة. للأسف جات الظروف ديال كورونا من بعد، واللي يعني تقريبا يعني هذا المشروع هذا اللي هذه العملية هذه اللي تجمدات، وبالتالي حاليا حنا كل التدخلات اللي كنقوموا بها يعني في اطار يعني اللي هي اصلا يعني وصلت لواحد الحاله متقدمه بشكل خطوره اللي كنراسلوا السكان ديالها، ولا اللي انا نشوفوا كيفاش اننا يعني التدخل من اجل يعني ولا كنصدروا قرارات ديال الاخلاء ديالها من اجل يعني على الاقل درع الخطر. اما العمليه ديال يعني الترميم الشموليه اللي كانت فكنطمحوا انه هذيك هذو اللي كيتم الترحيل ديالهم واش كيعطيهم دور بديله ولا شنو؟ ودابا في الغالب صراحه انه الحالات اللي كانوا يعني على اساس انهم كيضطروا انهم يخرجوا يكريوا برا، يعني بالنسبه للامكانيه ما كناش نكونوا واضحين، ما عندناش امكانيات اللي غادي نعطيو مثلا حنا غادي نوفروا سكن ولا شي حاجه بهذه الساعه، راه ما كاينش هذا الشيء. هذا كيدخل ضمن هذا المشروع الكبير اللي تكلمنا عليه، ولكن انا كنطمحوا بانه حتى العرايش يوصل للوقت ديالها انها تستافد من هذا المشروع هذا كما استفادت طنجة وتطوان. علاش خرج الرادار ديال التنميه؟ وهذا هذا هذا هو السؤال اللي كيطرحوه صراحه العريشيين يعني تاريخيا، فهمتي؟ هذا ربما جات مناطق من بعدها ومناطق محاديه كما كيقولوا الى ذلك، ومع ذلك انا دائما كيتم الاستثناء ديالها. الحمد لله الان حاليا يعني كاين نخب، حاليا سياسيه ونخب مدنيه داخل المدينه اللي هي واعيه بهذا الشيء هذا.